بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بفضل من الله سبحانه وتعالى وبرعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وصلت إلينا اليوم الأحد الموافق 17/4/2022 الدفعة 12 من لحوم صكوك الإطعام، وهي عبارة عن 4 أطنان من لحوم صكوك الإطعام، وذلك ليتم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ليقوموا بدورهم بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وبذلك يكون إجمال ما وصل إلينا في محافظة الفيوم من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه 35 طن. كل الشكر والتقدير لصاحب المعالي معالي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على اهتمامه بالأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، واهتمامه بهذا المشروع العظيم. جعل الله مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الأحد 17/4 الموافق 16 رمضان، تصل عربة صكوك الإطعام من وزارة الأوقاف إلى محافظة دمياط بزنة 2 طن، ومعنا مسؤول الشؤون سنستلمهم إن شاء الله، ونتم بالتوافق توزيعهما على الأسر الأولى بالرعاية إن شاء الله، وربنا يعني يجعل هذا في ميزان حسنات معالي الوزير ووزارة الأوقاف التي لا تألو جهدا في إطعام الفقراء ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية. نتقدم بخلص الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف على التعاون الجاد والمثمر والفعال لمساعدة التضامن الاجتماعي لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وكل عام وأنتم بخير.